هذه سهرة خاصة بسهرة ديال لانوي دلا ميوزيك في الدورة ديالها الأولى، وشاركت إلى جانب فنانة آخرين، وكان الحفل جميل جدا وناجح. كان وجد أغنية شبابية إن شاء الله تعجب الجمهور، وكان هناك تعامل مع فنان آخر دي جي سول، إن شاء الله نكملوها وتسمعوها إن شاء الله تعجبكم. كان بغي نشكر المتابعين ديالي، وكنقول لهم شكرا بزاف على الثقه ديالكم، وكنتمنى الموقع اشواق التالق والنجاح ان شاء الله في المستقبل. خطار هاتي من القاع ما تزكيش غادي الجديدة على انت دابا في قندهار راكي جديدة في اليد وحاضنة بيتك هاتي من كملاتها دابا كيما يكتبها لك الكاتب كيما يكتبها وسبحان الله حنا الغالب عندنا واحد القضية لا تيكون عندنا شي عرس ولا شي حفلة وتيقدر تستنى تبيع كلك تيطيبك ديما كتجي حتى النهار اللي عندك فيه شي حاجه تتنوض لك شي خمسه ولا شي حفله هي حنا في العالم اللي عندنا هذا المشكل حتى النهار العرس تتكون انت عروسه كاع وكل مره تمشي انا تنهضر بحال نهضر قدام دارنا كل مره تمشي شي سهره ولا شي حفله وتتبان شي الناس زوينه وداك الشيء بخير وعلى خير وتنفك شي عقلي صافي هي هذه ايوا شفتي وقع تدخل نقلب على بالك تلقى امكم ولا كان كنعاود نزكى كتبان شي وحده اخرى عيد بلادكم هضروا مع بلادكم ما خليكم لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة